عيد للجميع، معكم أبو ميلاد. اليوم في فيديو آخر، في فيديو تعليمي جديد. اليوم رح أتكلم عن مستشعر الكاميرا وأنواعه. جميع أنواع الكاميرات الرقمية تحوي على المستشعر، وأحجام المستشعر تختلف من كاميرا إلى كاميرا. حتى هاتف صغير مثل هذا يحوي على المستشعر بدقة 5 ميجا بكسل. طبعا مستشعر كاميرا الهاتف الذكي صغيرة جدا جدا بالمقارنة مع كاميرا احترافية، مثل في هاي الحالة عندي مثال مثل كانون 5D مارك 3. تقريبا اليوم جميع أنواع الكاميرات الاحترافية فيها حجمين مختلفين من المستشعرات. الحجم الأول هو فول فريم، والحجم الثاني هو كروب فريم. هنا في عندي كاميرتين. الكاميرا الأولى هذه هي كانون 5D مارك 3، فيها إطار كامل. الإطار في هذه الكاميرا حجمه طول 35 ملي وعرض 24 ملي، أي مساحة المستشعر هي 864 ملي متر مربع. أما الكاميرا الثانية فهي كروب فريم، أو متعرف عليها باسم APS-C، مرة أخرى APS-C، وأيضا في النيكون يطلق على هذا النوع من المستشعر DX. حجم المستشعر هو 23.6 ملي طول وعرض 15.7 ملي، أي مساحة الفريم الإجمالية هي 370 ملي مربع. يعني عمليا الفريم في النيكون دي 7000 هو نص الفريم تقريبا الموجود في الكانون 5D مارك 3. وأيضا نسيت أن أقول أن في الكانون يطلق على الفول فريم أيضا باسم FX. مثلا إذا بتشتري كاميرا مثل نيكون D800 D700 أو D4، بتشوف في أسفل الكاميرا هناك علامة FX، أي دلالة على اسم، أي دلالة على فول فريم. الآن راح أفرجيكو المستشعرات. فعمليا بتأمل إنه الكاميرا توضح الإشي بشكل مناسب. إذا ملاحظين الفرق بين الكاميرتين، فعندي الكاميرا هذه الكاميرا هي نيكون D7000، يظهر فيها مستشعر الكاميرا. أما في هذه الكاميرا هنا التي أحركها فيظهر فيها مستشعر فول فريم أو إطار كامل، فأكيد عم بتشوفوا الفرق في الأحجام. قمت بإرجاع العدسات لأنه ممنوع تخلي الكاميرا مفتوحة بهذا الشكل، لأنه رح يفوت غبار على مستشعر الكاميرا. بس لدواعي الإيضاح، لو وصلتكم المعلومة بشكل أفضل قمت بهذه العملية. هنا سوف أذكر خطأ شائع. هناك اعتقاد لدى جميع الناس أن كلما زاد عدد الميجا بكسل زادت جودة الصورة، وهذا خطأ. ومثال على ذلك، هنا يوجد لدي كانون 5D مارك 3، مستشعر الكاميرا يحوي 22 ميجا بكسل. في الطرف الآخر هناك كاميرا مثل نيكون D3200، طبعا قمت بمراجعة هذه الكاميرا في السابق، ممكن تشوفوا مراجعة الكاميرا في قناتي. وهذه الكاميرا تحوي على 24 ميجا بكسل ومع إطار حجمه أقل بنصف حجم D5. يعني D5 فيها مستشعر أكبر وميجا أقل من نيكون D3200 مع مستشعر صغير بس عدد ميجا كبير اللي هو 24 ميجا. طبعا كثير من الناس رح تفكر انه الدي 3200 مع اطار صغير وعدد ميجا اكبر رح تكون افضل، وهذا خطأ. والسبب بعود انه حجم البكسل، وهي عبارة عن نقطة، في دي 5 اكبر بضعفين او ممكن اكثر من ضعفين من حجم البكسل الموجود في الكروب سنسور او مستشعرات الـ APS-C، أو في هاي الحالة في مثالنا بالمقارنة مع نيكون D3200. ولهذا السبب كاميرا كانون D5 جودة الصورة راح تكون أفضل. الفرق راح تشوفوه لما نقوم بطبع الصورة بأحجام كبيرة. طبعا جميع الكاميرات الاحترافية اليوم، سواء كانت إطار ملان أو إطار أو نص إطار، إذا طبعنا الصور في أحجام صغيرة مثلا صور أعراس أو صور أو رفعنا الصور على الإنترنت، مش راح تشوف الفرق في جودة الصورة. الفرق بكمن لما تقوم بطبع الصور لمجلات أو لافتات إعلان أو
طبع الصور بأحجام كبيرة. هناك بتشوف الفرق، والفرق بعود انه هاي الكاميرا مستشعرها اكبر، حجم البكسل، حجم نقطة البكسل اكبر بكثير بالمقارنة مع كاميرات مثل دي 7000 او دي 3200. ونفس الفكرة موجودة في هذا الموبايل، فهنا يوجد كاميرا بدقة 5 ميجا بكسل، ولكن حجم المستشعر في هذه الكاميرا دعني اقول لكم كم. حجم المستشعر في كاميرا الهواتف الذكية تقريبا هي بطول 2.5 ملي وعرض 1.9 ملي، يعني بالمقارنة مع مستشعر الكانون 5D، عمليا مستشعر 5D يعد بحر بالنسبة لمستشعر الهواتف الذكية. طبعا في مستشعر الهاتف الذكي سوف يقوم بتصغير حجم نقطة البكسل بشكل كبير جدا حتى يستطيع المستشعر الصغير جدا باستيعاب هذه الكمية الكبيرة من الميجا بكسل. المشكلة انه هون عم بيحاولوا انه يضغطوا كمية ميجا بكسل رهيبة جدا في داخل نقطة صغيرة جدا، وهذا بيؤدي الى احيانا ظهور بعض التشويشات او بالانجليزي نسميها نويز او ضجيج او نمش في الصورة. فلهذا بتشوف انه كاميرات الهواتف الذكية بس تكبرها شوي بتشوف انه في هناك نقاط في الصورة او انه جودة الصورة لا تحتمل انه تطبعها بحجم شوي كبير مقارنة مع الكاميرات الاحترافية. السؤال بيطرح نفسه هنا، هل انا اشتري كاميرا فول فريم او كروب فريم، اطار ميلان او اطار او نصف اطار؟ فالاجابة بتتعلق في طبيعة عملك وميزانيتك. فاذا ميزانيتك تسمح ووضعك المادي مريح بنصحك تروح على الفول فريم. بالنسبة لطبيعة عملك، فإذا أنت مثلا بتشتغل اليوم صحفي لموقع في الإنترنت، فمش راح تلاقي الفرق بين الكاميرتين، لأنه في الآخر الصور في الإنترنت راح تكون صور صغيرة، يعني الفرق في الجودة في أحجام صغيرة مثل ما قلت مستحيل تلاحظه. الفرق بتلاحظه لما أنت تعمل زوم إن أو تطبع الصورة بأحجام كبيرة. إذا أنت اليوم كنت مصور بتشتغل مع مجلات وبهمك الدقة وبهمك الجودة وبتطبع إعلانات بحجم كبير، فطبعا الفول فريم او الاطار ميلان هو راح يكون مناسب لعملك. او مثلا اذا انت اليوم بتصور اعراس وبتطبع صور باحجام صغيرة، فمش راح تلاقي الفرق بين الكاميرتين. بالاضافة لحجم المستشعر، هناك نقطة مهمة او خاصية مهمة للمستشعر، وهي حساسية المستشعر للضوء. فحساسية المستشعر للضوء تقاس بوحدة ISO او ISO، وهي تتراوح بين 100 الى تقريبا اليوم الكاميرات الاحترافية ممكن تنطيك ل 256 ألف ISO. وكلما ارتفع رقم الـ ISO زادت حساسية المستشعر للضوء، يعني المستشعر بحاجة لضوء أقل كلما ارتفعت حساسية الضوء. الآن سوف أريكم بعض الرسوم التوضيحية لتوضيح العلاقة بين عدد البكسل وحجم الإطار أو المستشعر. ففي الصورة التوضيحية الأولى يوجد عندي هنا إطار فول فريم، وكل دائرة هنا تمثل نقطة بيكسل. فمثلا هنا يوجد عندي 40 نقطة بيكسل في داخل إطار فول فريم. أما هنا فيوجد عندي إطار كروب فريم، وأيضا يوجد في داخله 40 نقطة بيكسل. فكما تلاحظون أن نقطة البيكسل هنا في الفول فريم أكبر من نقطة البيكسل في الكروب فريم. وكما ذكرت سابقا أن لإدخال كمية ميجا بكسل كبيرة في إطار صغير يقوم بتصغير حجم البكسل كما هو واضح بين المثالين هنا. رسم التوضيح التالي يظهر أنواع المستشعرات هنا، وأيضا أي كاميرات تحمل هذه المستشعرات. فمثلا الفول فريم هنا كاميرات مثل نيكون دي 800 او نيكون دي 4 او كانون 5D مارك 2 ومارك 3 تحوي على مستشعر كامل او فول فريم. اما كروب فريم وهو APS-C كاميرات مثل كانون 650D او 600D او 550D او 500D، وايضا في نيكون مثل نيكون دي 40 او دي 50 او دي 90 او دي
7000 او دي 3200، فكلها تحوي على كروب فريم او اي بي اس داش سي. وهكذا كلما صغر حجم الفريم صغرت الكاميرا، وايضا قل سعر الكاميرا كما تلاحظون هنا. وايضا لاحظوا العلاقة بين الفريمات او المستشعرات من ناحية الحجم. في الرسم الاخير هنا يوضح جميع انواع المستشعرات، تبدأ من مستشعر 35 ملي وهو فول فريم، حتى ننتهي الى مستشعر لهاتف او هواتف ذكية. فلاحظوا حجم هنا في هذه النقطة الصغيرة، حجم المستشعر الخاص بالهاتف الذكي بالمقارنة مع مستشعر مثل فول فريم او كروب فريم. فلاحظوا مقدار الفرق الرهيب. ومع ذلك اليوم يوجد كاميرات هواتف ذكية بدقة 10 ميجا او 12 ميجا بكسل، فهذا يعني ان تم تصغير نقطة البكسل بشكل رهيب جدا لكي يتم ضغطها في هذه المساحة الصغيرة جدا جدا. في نهاية هذا الدرس السريع أتأمل أنكم استفدتم من هذه المعلومات. إذا في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار بتعلق في هذا الموضوع أو موضوع آخر أو بعدة التصوير، فرجاء ترك لي رسالة في صفحتي على الفيسبوك أو في قناتي على اليوتيوب. وأيضا ما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي على اليوتيوب، وأيضا مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا اشتركوا في صفحتي على الفيسبوك. في النهاية بتمنى للجميع يوم سعيد. إلى اللقاء في فيديو آخر، مع تحياتي أبو ميلاد.